جوازاته. اوكي قط. هلا انا مو باغلب الاعمال الشاميه، ربما انا تكرست من خلال باب الحاره باعتبار انه عملنا 9 اجزاء، يعني 270 حلقه. 270 حلقه هي اللي خلت الناس تفكر انه انا بشارك بكل الاعمال الشاميه، لا بس لانه تكرست والناس حبته وخاصه بالحلقات الاولى منه وطبيعة شخصيتي اللي أنا أديتها، وكان في إله هذا العمل أكيد هو كمان ما كان عم ياخذ الباكراوند اللي إله علاقة بالسياسة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كان هو مثل ما قلت يعني مجرد يعني إنه هو فانتازيا شعبية بتحكي عن قصص حب، عن غل، عن العلاقات ليست السابقة بهذاك الوقت لأنه ما زالت موجودة مثل علاقات السلايف مع بعض، علاقات الضراير، علاقات يعني أسلوب الردح والسيدات الموهوبات فيه، لأنه هو مبارزة كلامية وتستدعي يعني مثل ما بيقولوا أنه خيال كتير متقد لاختيار كلمات يعني ممكن تفوت بالعظم. بس اللي لاحظته أنه اللي كان بهذاك الوقت أنا عم شوفه هلأ من خلال تحديداً المحللين السياسيين الرجال، يعني هلأ يعني أنا عم شوفه من خلال الردح اللي عم بصير والمضاربات اللي عم بتصير وحركات اليد والكلمات المختارة جداً، فعم شوف انه هذا موجود تحرك يعني من مكان لاخر. ما بعرف اذا منا ولا لا، هو كل انسان بيكون بهذا الظرف وعنده هي الموهبه لحتى يكون يعني مبارز، عنده قدره لانه يحرك لسانه بشتى العبارات يعني، وبجوز يكون على القافي الله يعطيه العافيه. ايه بس يعني هيك كان في لك دور كثير حلو، انا صراحه حبيته بصالون زهره. لقينا هيك شخصية حلوة مختلفة. هلأ بصالون زهرة يعني هي كانت تجربة وأنا ما كنت ضدها نهائياً، وخاصة أنه كنت أنا وزميلتين يعني فجربنا يعني جربنا هذا الشيء. هلأ إلى أي مدى هل وصل هذا الشيء ولا هل ما وصل، أو هل وصل وكلهم ما بدهم يقولوا أنه وصل، ما بعرف، لأنه بكتير من الأحيان أنت ما فيك تثقي على آراء. كان بالأول نحن نعتمد على نقاد وعلى جرائد وعلى ناس يعني عن جد بيعرفوا ألف باء الدراما، بس للأسف الشديد هلأ الأهواء هي اللي تتصرف في هذا الموضوع للأسف. أنت والأستاذ جمال تعتبروا خريجين من نفس الدفعة من نفس الجيل، أكيد في كتير أعمال مشتركة، ولكن اليوم أول مرة عم نشوفكم سوا وش لوش، كيف كانت التجربة مع الأستاذ جمال؟ هلا يعني أكيد نقدر نتفاهم، أنا عملت مثلا شاركت فايز قزق كمان من نفس دفعتي وهيك، فكتير كنا نحن نطور الأدوار، ممكن نلتقى قبل ما نبدأ بالتصوير ونطور هذا الشيء، وممكن أثناء العمل ونحن عم نعمل أي مشهد ممكن بدون ما نحس يعني نعطي مثل كأنه أنا بزدت له الكرة هو برجع لي إياها، عم تعمل نفس الحوار نفس الحركة نفس كل شيء، بس يعني بانتباه لأشياء أخرى يعني ممكن يعني، وإذا انتبه لشيء فأنا أطلع، لا يعني انتبه على ابنه هو ماري فأنا أطلع، وأنا عم بحكي الحوار فأنا أطلع أنه يعني إن شو اتركه يعني بدون ما أقول اتركه، فيعني هذا الشيء بيعطي دعم أكثر. أهلا وسهلا فيكم يا ميت. هلا نورتينا أنسة دانا على شاشة LTV. حياتي أنتم منورينا دايما. هذا اللي حبيته صراحة أنه شخصية كتير جديدة بالنسبة لي، أنا شغل شامي قبل، ولكن هي الشخصية بدها تكون قوية لأنه ظروفها صعبة، فخلص قررت أنه كأنه عايشة لحالها بالحارة وبدها تشتغل، بدها تكون قوية، بدها تدير بالها على أمها فقيرة، بدها تشتغل، بدها تطلع مصاري، ما بدها تعتاز حدا من الحارة إلا أن بيجيها نصيب كتير مهم واللي هو ابن الزعيم، فأكيد بتنبسط كتير، وأكيد ما عاد بدي أحكي أكثر لأنه ما بدي أحرق القصة، القصة كتير حلوة صراحة.
عرفنا انه في مسلسل ثاني كنت انت اخذه فيه دور الكنه يلي قويه وشوي شريره، بس هو كوميدي يعني كثير مهضوم، عريس تحت الطلب، ان شاء الله بيطلع برمضان. هي بدها تجوز اخوات جوزها، فاكرين بتجيب لهم عريس شكل. هلا هي بدها تجوزهم، بس بنفس الوقت لا بدهم، ما بدها تجوزهم لرجال حلوين ومعهم مصاري ولا يكونوا احسن منها، بس بنفس الوقت بدها تخلص منهم بسرعه، تعرفتي؟ فبتجيب لهم كل كاركتر مهضوم اكثر من الثاني صراحه. تسلمي، ان شاء الله. طيب هلا شفناكي بسكتشات على السوشيال ميديا دور الصيدلانيه، واحده منهم لفتت نظري انه انت عم تقولي لهم انه لا انا مو دانا جبر، معقول انا اكون مثلها؟ فقد ايه انت عندك كان هي القوه انه تسمعي الانتقادات وتردي عليها بهي الطريقه؟ انه عم نشوف قديش بيقدروا انه يقولوا لا عن جد، لا انت اكيد مو دانا، لشوف للعبه هي الوتر، بعدين قلت لهم لا اكيد انا دانا، يعني ما هو اذا ما عرفوا من شكلي صوتي. لا هي ما بتقارن ابدا ابدا، بس في احيانا بحب اكون بشغلات هيك على السوشيال ميديا اذا كانت مهضومه، لانه بتحسس العالم انه نحن كمان قريبين منهم اكثر، لانه مو بس على الشاشه، نحن كمان على السوشيال ميديا. وانا بحب يعني هيك كلهم مهضومين كانوا اكابر صراحه، ان شاء الله يا رب كون. وانا متمنيه صراحه، انا متابعتهم لانه بحضرهم، ليش لا، اتمنوا لي يا رب، الله كريم. ما في لهلا ما في هيك شيء، بس بتمنى اكيد طبعا بتشرف، وشيء كثير حلو واعمال يعني متابعه لا انتشار صراحه. هلا عم بحضر الخائن، كثير حلو، القصه حلوه، تمثيلهم رائع صراحه كلهم، يعطيهم الف عافيه. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، وحقيقه يعني مشكورين على طول، انتم مواكبين للحراك الفني بسوريا ككل حقيقه، يعني وين بنروح فموجودين، فشكرا لكم حقيقه. هلا حضرتك نحن دائما بنشوفك موجود بكل الاعمال، بدعم المؤسسه لهالاعمال اللي عم تنعمل دراما السوريه. هلا نحن مشان ما نكون اول شيء يعني مثل ما بيقولوا نجلد ذاتنا، حقيقه نحن مرينا بفتره يعني كانت الدراما مريضه بمطرح معين، وبتضافر جهود حقيقه من المنتجين والفنانين والمخرجين والجهات الرسميه والحكوميه، يعني بتخيل انه بدانا بمرحله ان شاء الله التعافي، ودليل على ذلك انه اليوم في عندنا رؤوس اموال من الخارج عم تستثمر بهذا القطاع اللي هو قطاع الدراما، فنتمنى ان يكون الموسم القادم يليق بذائقه الجمهور ويليق بسمعه الدراما السوريه، وترجع الدراما السوريه هي دراما الاسره على مستوى الوطن العربي كما كانت وكما عهدناها من يعني من سنوات تماما، ولا يمكن اليوم لاي حدا ياخذ محل حدا تماما. برجع بقول تعثرنا بمطرح معين، ولكن نحن مستمرين، والدليل على ذلك اليوم ثقافة الحياة موجودة، لا يمكن إلغاءها تمام، بعز الأزمة وفي عز الحرب التي شنت، خليني أقول كانت العالم عم تصور، اليوم صار في عنا تزايد، صار في عدد من المواقع التصوير اللي على الامتداد الجغرافي اليوم فاتحة وعم تشتغل، وهذا الكلام بيكبر القلب. بتمنى لكل حدا عم يشتغل بهذا القطاع من فنان أو فني أو منتج أو ممثل أو كاتب أو اللي هو، أنه يحصد نتائج تعبه وتنتشر هذه الأعمال كما عهدناها على الشاشات العربية والمحلية والعالمية، خليني أقول ونتم يعني تم الدراما هي سمعة لسوريا ككل حقيقة، وهي سفير لسوريا. طيب هلا في معظم الفنانين سافروا عم يقوموا بأعمال خارجية، خلينا نقول قد ايه انت بتحب انه هن بين نجاحهم الخارجي بين انه هن يرجعوا يكونوا ضمن سوريا؟ هلا لاقول لك شيء حقيقه، هلا احب احكي بعين المشاهد شوي، على طول في خصوصيه للعمل السوري ولموقع التصوير السوري، يعني نحن هيدا الموقع اللي نحن اليوم فيه اذا جينا نقلنا بكل تفاصيله للخارج تماما بيفقد الروح تمام. فانا اعلم بتماسي المباشر مع عدد من النجوم انه هن يتمنوا انه يكونوا على الارض السوريه ويشتغلوا، لعل وعسى انه بعد ما اجت هي الفرص لحتى يكونوا متواجدين ولحتى يقدروا يعملوا، اتمنى ان يقدم لهم اعمال مهمه وتليق فيهم وانه يرجعوا يشتغلوا. واليوم نحن نحكي واقع، نحن عندنا بموسم الدراما اللي قادم عندنا اعمال مهمه، عندنا تاج، عندنا اغمض عيناك تراني، عندنا اولاد بديعه، واعمال فيها نجوم وفيها اسماء كبيره. بالتالي حقلك اليوم
اليوم الدراما ما بتتوقف على أي شخص، أو الصنعة ما بتتوقف على هذا، هي صنعة مستمرة وموجودة بكوادرها وبإداراتها وخليني أقول اليوم الوجوه الشابة اليوم اللي عم تجي واللي عم نشوفها على بكل الأعمال العربية حتى إذا بدي. هذا الكلام مبشر إنه نحن أمام جيل جديد مبشر ونجوم جديدة ليرتفوا الدراما وترجع تم مستمرة بذات الألق. يعني نحن بفترة معينة بحقبة عنا نجوم تقدموا في السن سلموا للي بعدهم وهن مستمرين وبعد نجوم ولهم مكانتهم. فبكل تأكيد هي الدراما مستمرة، وبرجع بقول هي بنيت على أكتاف عالم وعلى تعب عالم، وبعدهم بتخيل اليوم للشباب اللي عم يتخرجوا من المعهد العالي هن حافظين لهذا الإرث ومستمرة والدراما قائمة إن شاء الله. شكرا لكم وممنونة، شكرا كتير. لا لك، هذا عمل بيئي شامي، في حتاتيت بهذا العمل طبعا، بيضم مجموعة كبيرة من النجوم والأبطال بهذا العمل. رح أقول لك مشاعري هلأ أني أنا كتير سعيدة أنه عم نصور هيك عمل، النص كتير حلو وكتير قوي. دوري بهذا العمل يعني هي المرة المغلوبة شوي على أمرها، جوزها يعني مشكلجي وسمعته سيئة، وشوفي بقى وجهة العالم لهذا الموضوع. غير هذا وكله أنه هي عم تحارب، يعني رغم أنه لحالة وبهذا الظرف عم تحارب أنه تكون بنتها متعلمة ودارسة، فعم تواجه كل هاي القصص. هون بهذا المشهد اللي هلأ شفتوه أنتو، زواج بنتي لبنت الزعيم، حرقنا القصة، شو بدنا نسوي؟ زواج بنتي وفراق بنتي شغلة ما لها سهلة، ووحيدتي يعني، فهذا كتير صعب. ويمكن شفتي المشاعر اللي نحن عم منعيشها في مسلسل عروس بيروت، كونه كان تصور هو بإخراج تركي وبتركيا، ده لقيتي فرق بين النموذجين؟ لا لك شغلة، نحن كل عمل ما بيشبه العمل الثاني، ولا منقول في فرق بين هاد ولا هاد ولا هاد صراحة، لأنه منفوت العمل بكل شروطه بكل حيثياته ومنتعامل معه، فما فينا نقول والله يعني مثلا هاد أحسن من هاد أو هاد أفضل من هاد. النص، الدور، الشخصية، الإخراج، الجو، البيئة هي اللي بتأثر علينا. هلأ هنيك كان في له ميزات وعلمني شغلات كتير وتجربة كتير خاصة ومهمة، وهون نحن عم نستمر بتجربتنا مع بعالمنا هون. فيعني الحمد لله ماشي الحال. يعني هي مو على الصعيد الفني قد مو على الصعيد انك انت تبعدي عن بلدك فترة منيحة وتعيشي جو الغربة والوحدة لحالك، فهي انا على هذا الصعيد كيف قوتني وكيف علمتني اني اكون مع حالي اقل ما يمكن. هلا هو هذا المفروض، لأحكي لك ليش، لانه نحن من ايام دراستنا اساسا يعني الممثل بيتعرض بحياته مثله مثل كل العالم لخسارات ولا حزن ولا لمرض، بس تعودنا انه نحن لما نكون ملتزمين او هذا ظرف العمل، ما فيك تقولي انا مريضه، ما فيك تقولي انا حزنانه، ما فيك تقولي انت مسؤوله قدام العالم ما بيعرفوا شو ظرفك وشو عايشه، فانت بدك تفصلي. بدنا نعيش الدور وبدنا نعيش الحاله بطريقه ثانيه تماما. يعني الحمد لله انه نحن تعلمنا نفصل، بس مو يعني انه ننسى اكيد، بس نخلص بنرجع لحزننا وبنرجع لحياتنا الطبيعيه بكل تفاصيلها. أهلين حبيبتي، شكرا لكم، سعد بساكن وأهلا وسهلا فيكم. الوشم مسلسل بيئة شامية، ومثل ما بتعرفوا المسلسلات البيئة الشامية فيها خط الشر وفيها خط الخير. هذا المسلسل نحن مضطرقين فيه لكمان خط حلو، أنه لازم نعلم البنات، وهذا شيء ضروري، أنه مو بس البنت بتقعد بالبيت، لازم تروح على المدرسة وتتعلم. هذا الخط إن شاء الله هيك مضطرقين له جديد. أي هذا نقلة منيحة وكثير جديدة يعني. وفي شغلة تانية كمان، حتوتة المسلسل هذا بالذات تختلف عن كل المسلسلات الشامية اللي انعرضت، مع احترامي لهم كلهم، إن شاء الله بتشوفوه وتنبسطوا فيه. هذاك المسلسل اسمه عريس تحت الطلب، بطولة يعني 30 ممثل بالإضافة للأستاذ هدانة جبر وأمية ملاص ونور الوزير وريم زينو. عمل كوميدي كثير، بيتطرق أنه الكنة بتتدخل بنات الأحمى، خاصة أنه مثلا وصلوا لمرحلة من العمر وما تجوزوا، بتصير تجوزهم على كيفها،
واللي ما بيزبط اللي بده يزبط بتفركش له الجوازة. بدها انه كل العرسان يجوا اقل من مستواها المادي بطريقة كوميدية ان شاء الله، كمان بيتمنى انه ينال اعجابكم بشكل لا يوصف. ما بدي احكي انا اكثر من هيك عن العمل، لانه رح تشوفوا بالنسبة للأستاذة دانا نقلة نوعية، علما بانه مثلا عملت مسلسلات حلوة وكذا، بس انما هاد مختلف كليا. يخلي اياكم واهلا وسهلا فيكم. واهلا وسهلا فيكم بموقع التصوير يلي انا اليوم عباشي فيه اول يوم. يعني حاره شعبيه، قصه شعبيه بدمشق بتاريخها الكبير، وقد ما نعمل اعمال الشام تستاهل حتى اكثر من هيك. الاجمل يعني دوري هو عباره عن شخصيه زعيم بهي الحاره، وتعرفي الزعمة بكل حاره في زعيم، بس شو دوره بهي الحاره، شو موقعه، شو الجمل الاعرابيه اللي بده يقوم فيها، هذا متروك طبعا للجمهور يتابع العمل. بس الاجمل يلي لفت انتباهي هو الكاتب. تعرفي نحن مؤسف انه باعمالنا الغنائيه واحيانا الدراميه نادر ما نذكر اسم الكاتب، دائما يهمش وهو الاساس، لانه بذره العمل او المفردات الاولى والاحداث والتصورات وخلق الشخصيات يقوم بها هو الكاتب. كاتب انا سالت عنه، له اعمال خلينا نسميها خجوله. هذا العمل الاول اقتحم عمل درامي، له القصه والحوار والسيناريو. بتمنى انه نكسب هذا الكاتب اللي هو اسمه قاسم لويس على ما اعتقد. بقى اليوم اول يوم ما بنعرف شو بتروح وين بتودينا الشخصيه، بتودينا بداهيه. متأمل يحبوا العمل الجمهور ويكون له استحسان. ما بخفيك سر، يعني أنا غبت عن البلد شي 15 سنة، وأرجع أقتحم الساحة الدرامية مع زملاء كانوا معي بالتخرج، كان العودة صعبة. المدخل الوحيد هو كانت هي الشخصية، شخصية الكوماندان أو الضابط الفرنسي. بدك ممثل يلعب ويأدي صح ويلعب بالفرنسي، وتقدمنا اقتراح يكون بالفرنسي. كان في صعوبة وكان رفض من الأستاذ بسام لحتى اقتنع بالأخير. هلأ انتقلت للشق الآخر، يعني أنا ما بكون كضابط ومحتل وكون بالطرف الثاني ابن البلد. من فترة كنا بعمل وكنت شوف الضباط اللي عم يلعبوا الضباط الفرنسيين، هاي بتعود للشخص الآخر. يعني أنا كنت واقف عند التفاصيل الصغيرة بالمفردات اللي بيلعبها الضابط اللي بيحكيها، باللباس، بالسلوك، لأنه كتير هام. حتى لو كانت الشخصية شخصية مستعمرة ومحتل، أنا علي حب هاي الشخصية وأقدمها بكامل أناقة، لدرجة أنه الناس يكون له موقع بالحدث الدرامي. أعتقد أنه وصلت لمرحلة أنه ستوب، ما عاد بدي يلعب ضابط فرنسي، أنا حابب يلعب زعيم، وإن شاء الله ننجح بهالتجربة. الشخصيات يلي بتتقدم والعالم والجمهور بيحفظها بهي النمط، فأنت بتلاقي الجمهور لهلأ بيتذكرك بدور الضابط الفرنسي؟ شوفي، في دائما عند الجمهور لحظات، يعني حتى في ناس لهلأ بتتذكر أعمال أول ما تخرجت، بتتركي بصمة عند الجمهور ويحبك. هذا الحب، العلاقة، خليني كمان فندلك إياها أكثر. بالمسرح نحن بنستقبل مباشرة ردات الفعل بشكل مباشر، وكان في مسرح آنذاك، هلأ المرحلة هي للأسف كنا دائما نستقبل، سواء بالتلفزيون، نحن هلأ بنصور ممكن العمل ما ينعرض بعد أشهر. برد هذا الإحساس، كنا بالمسرح ناخذ ردود أفعال نبدل مباشرة، هو ما عدنا حسين نبدل. الجمهور اختلف عن جمهور الماضي، كان جمهور يطلع يحضر مسرح، يعني يعمل جهد ليطلع ويشوف عرض. هلأ نحن عم نعمل جهد ليستقبلنا عنده، لأنه بكبسة زر بيلغينا بقى، وخاصة هلأ أمام القنوات البث الكثيرة والإغراءات التلفزيونية يعني اللي لا تنتهي، صار علينا أنه نلعب دور. بقدر أنا ما بحترم الشخصية، بقدر أنه ما بيترك بصمة بالعمل، وهيك لا شك باقي الزملاء. نتمنى هذا العمل يعني يوصل لبر الأمان. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم بلوكيشن الوشم. أهلا وسهلا.
خليها مفاجأة. شخصية فتحية، بكون أنا يعني زوجة أبو سطيف اللي هو الأستاذ عاطف حوشان، ونحن ضراير أنا والممثلة أريج خدور شخصية دلال، وبصير بيناتنا هيك هي الأفلام تبعيت النسويين والقصص، وجبنا الصبي ولا ما جبنا الصبي، هي بقى مفاجآت تعرفوها إن شاء الله بس تشوفوا المسلسل. طيب هلأ حضرتك أدوار شامية مقدمة أكيد، ودراما اجتماعية مقدمة، في واحدة من المشاهد يلي هي بعناية مشددة كان شخصية جريئة، قدمتي شيء مميز، قد لقيتي حالك أنه أنت بتقدري تقدمي مشاهد جريئة قوية؟ يعني طبعاً الممثل لازم يشتغل كل الأدوار ويجرب، ودائماً يحاول يقدم شيء جديد يعني بعيد عن شخصيته، فيعني هي الشخصية فعلاً هي كانت جريئة جداً، وأنا بحبز هاي الأدوار يعني بتغريني، بحب أشتغل يعني الشخصيات اللي لها بصمة خاصة ونوعية خاصة. فلما قدمت شخصية مايا بعناية مشددة كان تحدي لإلي، العهد على الصعيد الشخصي والصعيد المهني. والدور مع الفنان راحل محمد قنوع، الله يرحمه للأستاذ محمد قنوع، يعني فعلا كان كتير أنا اشتغلت مع الأستاذ محمد، وهو شريك رائع وصديق رائع الله يرحمه، نشتاق له كتير. في أدوار بتحسي أنه أنت ظلمتي فيها؟ لا ما هيك القصة، بس يعني في أدوار يعني دائما أنا بقول بأي مهنة وخاصة بالفن هو step by step، يعني أنه لازم نحن نشتغل خطوة خطوة لحتى يعني نسقل هاي الموهبة لحتى نوصل لنضوج معين. يعني أبدا لا ما بحس أني ظلمت، بالعكس يعني كل سنة عم اشتغل على شخصيات أنا بحبها، ممكن كمان بعد فترة أكيد رح تجي فرص أكبر، بكون هون أنا وضحت أكتر شخصيتي الفنية وهويتي الفنية. هلأ سمعنا في كتير أعمال بلشوا يروجوا لها، إن كان تاج ولاد بديع وصديقات وغيرهم، من المعلومات العامة قد أكثر مسلسل حسيتي إنه هاد لفت نظري؟ والله لك الكل، يعني أنا بتابع كل الأعمال السورية والعربية، يعني ودائما بقول إنه أنا يعني بفتخر بممثلينا السوريين ومخرجينا، ودائما بأي عمل عم يكون في شيء مميز وحلو له نكهة خاصة، والحمد لله يعني أنا عم حس إنه الدراما عم تتطور، يعني عم يصير شيء دائما شيء جديد وشيء يعني يرفع له القبعة، يعطيهم العافية جميعا، فأنا ناطرة الكل تابع الكل. يعني هلأ يعني عم تابع إنه إن شاء الله يعني الكل يكونوا مميزين، يمكن صديقات ممكن هيك حابة أحضره. إيه مميز، إيه إن شاء الله، إيه بالتوفيق للجميع. شكرا لكم، شكرا. مساء الخير يا أهلا وسهلا فيكم. كنا عم نشوفك هلأ بدور شخصية شوي مختلفة اللي هي شخصية شريرة عصبية. هلأ الحقيقة بمسلسل الوشم أنا عم بلعب شخصية زيدان الأعور، هي شخصية إشكالية أكثر منها شخصية شريرة. أنا وقت اللي قريتها ما شفتها شريرة، شفتها شخصية بتحمل كتير هموم ومرت بتجارب كتير مختلفة، يعني مرت من تجارب الحياة القاسية لحياة التنمر لحياة الحبس لحياة الفقر لحياة الغنى لحياة، في كتير مشاكل بهي الشخصية، هي شخصية كتير خاصة من نوعها، للوهلة الأولى من حسها كوميديا، هي أبدا ما شفتها أنا كوميديا، شفتها بتحمل كوميديا الموقف، هي شخصية بحالة وجودها بتخلق أفعال وكلمات من وحي خيالها، بيتحول الموقف لموقف كوميدي بشكله ولكن بمضمونه أبدا. حاولت ألعب على مسارين، مسار داخلي للشخصية ومسار خارجي، ما بعرف إلى أي حد ممكن يتوفق بهذا الموضوع، ولكن المشاكل اللي بتحمل الشخصية إلى أي مدى مرتبطة بكلامها، يعني هون نحن بدنا نعمل العقل والعاطفة مع بعض والشكل والمضمون مع بعض، فعم حاول ألعب على هذا الشيء لحتى أخرج شوي من دائرة استسهال بناء شخصية كوميدية فلات سطحية بجانب واحد، لا هي الشخصية شخصية موشورية أكثر، يعني في أكثر من جانب تماما، يعني بقدر أفهم كلامك بس أنا بحس أنه لا ما هيك الحكاية، يعني أنت ممكن تلعبي دور تاريخي
ممكن يكون كوميديا، ممكن يكون تراجيديا، ممكن يكون يحمل صراعات درامية مختلفة، ممكن يكون هذا الكلام بالبيئة الشامية، ممكن يكون بالدراما الاجتماعية. الشخصية شخصية، ما بيهمني أنا لا لهجتها ولا شكل لباسها ولا شكل التعاطي معها من الخارج، سواء كانت الشخصية تتبع أي نوع درامي، إذا قلنا تاريخي أو بيئة شامية أو مودرن، لا، أنت بتتعاطى مع الشخصية بمفرداتها، شو النص المطروح، شو السيناريو المطروح، الهدف الأعلى لإلها، والتعاطي مع هذا الشكل. فبالنسبة لي ما كتير بتفرق إذا كانت شامية أو مودرن أو حتى تاريخي. الدور اللي ممكن أدي ما بعرف، ما سبق وفكرت بهذا الشيء، يعني أنا هذا الشيء بحسه حلم صغير يعني، أو بالأحرى طموح صغير، بحس إنه الأحلام أكبر. يعني أنت أي شخصية ممكن تتقدم لك، اللي بيشوفوك فيها اللي عم يوزعوا لك الدور كمخرج أو هيك شيء، بدك تتعاطي معه من هذا المنطق. يعني إنه علي سطوف أنا شو بحلم ألعب دور الأمير مثلاً اللي بيحبوه، دور الجقل، دور ما بعرف، دور الأهبل، دور ما بعرف، يعني صدقا ما سبق وفكرت بهذا التفصيل، بس بتعاطى مع الشخصية انه ايه نحن الآن وهنا، هاي الشخصية اللي بين ايديها هي شخصية البطل وهي شخصية الحلم اللي انا شايفها، بدي العب معها بهذا الشيء. شكرا لكم، شكرا كثير لك يا ميت. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم يا ميت، مرحبا. شخصيتي انا عم بلعب دور الشيخ عبد الله، هو شيخ الحارة. العمل هو طبعا عمل بيئي من بيئة الشامية، اسمه الوشم. الانتاج لشركة شامية، وصاحبها طبعا استاذ عاطف حوشان، هو كمان ممثل فنان يعني وبطل عمل يعني، والعمل البيئة هي يعني اللي شفته انا كم يوم، انه العمل يزداد ألقا بنجومه ونجماته السوريين الموجودين المعروفين طبعا، وهذا الشيء طبعا شيء مشرف ويسلج الصدور. انا الحقيقه صار لي زمان يعني ما مارست العمل الفني، كنت منزوي تقريبا، بس السبب انه ما عم نعرض لي الادوار اللي مفروض انا اعمل فيها شيء. بيجيني دور مثلا ما بلاقي فيه شيء اني اضيف للشيء جديد، يعني ما عندي شيء، لذلك بعتذر منه. بس هذا العمل منيح يعني، في لي مشاهد منيح وعمل حلو حبيته انا. طبعا الاخراج كمان اول مره انا بشتغل معه الاستاذ عمار تميم، مخرج العمل، مخرج رائع وفنان، وبيعرف كيف ياخذ اللقطات وبيعرف مشاهده كيف يعني، والعمل بالنسبه له مهم كثير يعني. شفت أنا شرائح كبيرة بهالعمل ما كنت شوفها بأيام زمان. نحن كنا على البساطة يعني عن مشتغل، فهلا الحمد لله يعني عمل بيرفع الرأس، ونحن سعيدين جدا، وبشكر كل من موجود معنا مشاركنا فيه. كنت بدي أذكر أسماء من العمل اللي مشاركين. شكرا لك، شكرا لقناة لنا يعني، دائما نحن منتابعها بشغف. يسعد مساكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم بلوكيشن مسلسل الوشم. تمام، شخصيتي سميحه بنت الزعيم. هلا انا ماني كثير حابه احرق كثير تفاصيل، خلينا نتابع برمضان نشوفها. لا الحنونه اكيد، لا ماني شخصيتي ابدا ما انا رايحه لاتجاه الشر، بالعكس تماما يعني، حتى انا بكون بحب ابن عمي يعني، فبكون شخصية رومانسية جدا، فماني رايحة لطابع الشر ابدا. ايه نوعا ما رح يصير في احداث، ايه في اكشن اكشن، مثل مثلا لقاءات على السطح، رومانس يعني هيك شيء. ايوه تماما، ايه يعني شوي نحن مو كتير رايحين للبيئة الشامية القديمة مثل الأيام شامية مثل الخوالي، لا شوي يعني الأحدث شوي زمنا. حتى هلأ أنا مع أنه نحن نستمر بتصوير البيئة الشامية، بس نحن نكون دقيقين بتفاصيل البيئة الشامية أكثر، يعني تكون معلوماتنا صحيحة أكثر، لأنه في أوقات عم ينعرض معلومات هي خاطئة أو شوي أوفر يعني، هي ما كانت موجودة بوقتها. بالعكس بوقتها كان في نسوان بتتعلم، كان في بنات بتتعلم، كان في تطور بوقتها يعني، نحن ما كنا بكل هالجهل. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم بيناتنا، يعني مثل ما بنقول نحن بيتكم ومطرحكم.
هلا اليوم نحن موجودين بكواليس المسلسل وعم نشوفك كإخراج ضمن فريق الإخراج، وبنفس الوقت عرفنا أنه أنت إلك دور بالمسلسل، تخبرنا عن الدورين؟ هلا الجديد علي هو أني يكون بكاس الإخراج، مثل ما بتعرفي أنا ممثل وعندي شخصية بمسلسل هذا الوشم، اسم الشخصية زكريا. أحكي لك شوي بإيجاز عن الشخصية مشان ما نحرق أحداث. زكريا أحد شباب الحارة، حدا طيب ظريف محب ودود، بيشتغل عند زعيم الحارة، دائما بيكون معه، دائما بيكون جنبه، دائما بيواسيه، بيكون معه بحالات الألم اللي بتصيبه. بلحظة زكريا بيشوف شيء بيخليه بمكان تاني، بيروح بتفكيره لمكان تاني، شيء شوي غريب يعني. ممكن ما رح أقول لك أول مرة رح نشوفه بالبيئة الشامية، بس ممكن طرح مختلف عن إذا شفنا هيك شيء سابقا. هذا الشيء رح يضل عم يشغله ويضل عم بيفكر فيه لا نهاية العمل. هاي بالنسبة لشخصية زكريا. أما بقى بالنسبة لكاست الإخراج، أنا أول مرة بعمري بشتغل بكاست الإخراج. الأستاذ عمار بوجه له التحية أكيد، هو صديق غالي ومحب. وقت اللي قرر انه يفوت تصوير بهذا العمل، حب ان يكون يعني معه ضمن فريقه بفريق الاخراج. هلا للامانه هي متعبه كثير. هلا انا بقى تبلشت قلت انه يلا تجربه، خليني اجرب وبعدين باخذ هذا القرار. هلا ما بخفيكي، في متعه انه انا عم كون بكل التفاصيل، عم كون يعني مفوكس على كل شيء. هذا بيفيدني على مستوى الشخصية اللي بدي أديها، أنه أنا عارفان كل شيء عم بيصير، قاري النص كله، عم شوف كيف الناس عم تشتغل، فبيفيدني بشخصية زكريا اللي بدي أديها. بنفس الوقت بيفيدني لقدام إذا حبيت أني استمر. حلو أني استمر وبتمنى أني استمر، بس بدي كتير أتعب على حالي بالوقت الحالي. يعني أنا مقرر هلأ لشوف، يعني بس خلص من هذا أفكر بالستيب الخطوة القادمة يعني. بس قلك أنه ماني مستمتع، بس في تعب للأمانة. القصة كتير متعبة. الله يعافي قلبي. تفضل.